والحقره شحال تحقر، علاش اولد الشعبيه بنت الشاع تنقولكم علاه خص يكون التضامن، الريف البيضاء كاع المناطق اللي كاين في هذيك المغرب خصنا نكونوا يد واحده باش نجيبوا الحقوق ديالنا، باش هذيك البلاد تولي حتى انت عندك الحق، ما تقدرش تخدم يكون عندك السوماج، يكون عندك اول قبل كل شيء يكون عندك الكرامه. الكرامه ما يجيش البوليسي ولا داركي ولا شي ولد الخيريه يبقى يسبك، ولا تمشي للبلديه تجيب شي وثيقه تعطالك بالكرامه ديالك، ماشي حتى تعطي له هذيك الف فرانك ولا 2000 فرانك رشوه ولا اخر. لا هكا بغينا هذيك البلاد، وعندنا الامكانيات كما قلت مرارا وتكرارا. هولندا ما عندها لا فوسفات لا ثروات سمكيه لا حتى شي حاجه، ولكن الشعب ديالها كيعيش بالكرامه قبل كل شيء. لا دابا تمشي تتح هنايا في الشارع تجي لامبيلونس، وي ولا ما ديك لامبيلونس تجي الهليكوبتر هنا. الحيوانات قلتها مرارا وتكرارا يا ولد الشعب، يا ولد الشعب اسمع لهاد الهضره اللي كنقول لك. هنا الحيوان عنده القيمه، الحيوان عنده لا كلينيك، عنده الطبيب الخاص ديالو، الحيوان عنده لامبيلونس ديالو. هنا ما بالك الانسان، ما بالك المواطن ولا الشعب، ما بالك الحيوان عنده القيمة. الحيوان عنده لا كلينيك، عنده الطبيب ديالو. وملي كيمشي هاد الحيوان، هاد القطل مش الفار، هذا ملي كيمشي لهداك الطبيب الى عيان، هذاك الفار ولا القط ولا الكلب، كيمشي بالكرامة. الحيوان كيمشي عند الطبيب بالكرامه ديالو، الحيوان عنده الكرامه هنا احسن من ولد الشعب المغربي. المستشفى ديالها ديرن زيكنهاوز، يعني مستشفى ديال الحيوانات. شوف الاخوان، شوف بارتاجو باش توصل الميساج ولاد الشعب. شوف عندهم التوقيت ديالهم، فوقش كيتفتحوا شمن ساعه حتى اليوم السبت مفتوحين. شوف هادي بالليل الاخوان، بالليل واخا بالليل كاين واحد النمره اخرى هنا كيقول لك من الاثنين حتى الجمعه، التوقيت ديالهم من 8:30 حتى 4 لا 8:30 حتى 7:30 نهار السبت، من 8:30 حتى 4. وقال لك الى شي حاجه خطيره، هذا حيوان الاخوان، قال لك الى شي حاجه خطيره خصك تعيط هذه النمره. هذا ديال الحيوان، شوف الاخوان باش تشوفوا هنا، كتشوفوا الحيوانات ها هما السبيطار قداش، ها ديال الحيوانات الاخوان. شوف شحال كبير هنايا، كتجيب الحيوان ديالك كتستنى بالحيوان ديالك لو الى مريض ولا شي حاجه، لا فيه شي غريب ولا. شوف الاخوان ها هما هنا في اوتريخت، هذا معروف كاريسا اوتريخت سنترال، يا ها دير هاد الموقع بي في في دير زيكنهاوزن بوينت نيت. ها شفتوها الاخوان، دابا نرجع لكم شويه واخا بالليل الاخوان. شوف عندهم السفت بالليل، الا قال لك شي حاجه خطيره تعيطوا لهاد النمره. واخا نرجع لكم الاخوان، هذا هو سبيتر ديال هادوك الحيوانات الاخوان والاخوات. هنا كيجيو بالحيوان ديالهم كيستناو والى اخره. حنا الاخوان ديالنا اللي بغيت نوصلكم هنا، شوف هاد اهل الكتاب الحيوان ديالو كيديروا له القيمه. كاين من كما قلت لكم من 2 حتى الجمعه، من 8:30 حتى 7:30، واليوم السبت من 8:30 حتى 4. الى الحيوان راه في الخطر كيعطيو لك واحد النمره سبيسيال باش تعيط ليها الاخوان. واش هادو هما اللي غادي اللي كيقولوا لك اودي ما كيعاملوش المواطنين ديالهم والى اخره؟ شوف ولد الشعب، القيمه ديال الحيوان هنا يمكن فوق الجميع، ما بالك الانسان. انا مثلا الاخوان الا وقع لي شي حاجه تحت هنا ما تقدش لامبيلاس تجيك واحد الحاجه سميتها تروما هيليكوبتر، تجي الهيليكوبتر تديني للمستشفى. يعني ولد الشعب
اللي بغيت نوصلك هنا باش انت تمشي الداوي تمشي بحال اللي تمشي للجزارة الريحان وصاف ونخور. اما هنا الحيوان عنده المستشفى ديالو والاخوان والاخوات هما ملي كيداو هذاك المسؤولين وهذاك السفاح الكبير ديالو اللي كيقول لك امير المؤمنين تمشيو كيداو في فرنسا المان هولندا ولد الشعب فين كيداو في المجزارة وعاد كيداو يبروفيتيو فيه. هذا الميساج اللي كنت بغيت نوصلكم الاخوان والاخوات باش تعرفوا قيمه الانسانيه هنايا. دابا لا شي حيوان شي كلب ولا شي مشطح هنا القيامه تنوض الاخوان والاخوات. تلقى الناس لامبيلانسات عندهم لامبيلانسات خاص ديال هاد الحيوانات الاخوان. واش هذا الشيء اللي كنقول فيك لا اولاد الشعب اللي بغيت نوصلكم اولاد الشعب كما قلتكم ها ديال الحيوان ها اللي ما شافش من الاول ها يرجع الفيديو يشوف هذا الشيء والاخوان الاخرين ها جابت سبحان الله ها جابت الحيوان ديالها شتي خرجت منا جابت الحيوان ديالها ها الاخوان سبحان الله ها شتي مشات من الحيوان ديالها خرجت دابا من كليلي ها اللي كيغيظك الحال الاخوه كيقول لك دولة امير المؤمنين ها اللي كيغيظك الحال على هذا الشيء كياكل القلب ديالنا الاخوان كيجيو كيلعبوا لنا في الدولة ديالنا هما كيستافدوا كيديروا وقلت ضروري نوصل هذا الشيء لولد الشعب باش تعرف هنا هاد اهل الكتاب كيديروا القيمه للحيوان ما بالك الانسان. علاش الاخوان كنقولوا حنايا احنا خصنا نضمنوا مع بعضياتنا باش هاد الحق اللي عنده هاد الكلب وهاد الحيوان اللي ما عندكش انت يا ولد الشعب يكون عندك انت يكون عندك. علاش الوزاره ملي كيداو كيمشي لبرا ملي كيقرا يمشي لبرا برا كلشي لبرا علاش ما كيداوش هذاك المسؤول ولا ولد محمد ستة علاش ما كيمشيش يداوى في المستشفيات اللي كيداوى فيه ولد الشعب علاش المستشفيات اللي ملقبين اللي عندهم مستشفى الحسن الثاني مستشفى محمد الخامس مستشفى محمد السادس ملي تمشي لهاد المستشفيات الكوري علاش ما كيمشي محمد السادس ولا ابناء الوزاره يمشيو يداووا كما كيديروا هذا ولد الاولاد ولا العائله الملكيه ديال هولندا كتمشي كداوى فين كيداوي الشعب في المستشفى ما كيمشيش يداوي برا كيداوي هنا في هولندا لحقاش بنا كي هو كي الشعب سواسيه يعني حنايا لهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا له ماشي بغينا الدمار والخراب وسفك الدماء ولا شي حاجه من هذا القبيل حنا بغينا الخير لهذيك البلاد وعندنا الامكانيات باش تكون احسن دوله من العالم واش فهمتوا شنو بغينا دابا حنايا كريافه اليوم عينا من هذا النظام ما يقارب 100 سنه كل علوي يجي بقى يطحن في الريافة المجازر بجملة دارت في الريافة واليوم 2016 دراري خرجوا للشارع سلميين لا حجرة لا جنوية لا حتى شي حاجة المهم العالم كامل شاف هذيك السلمية ما يقارب 7 شهور تجي انت يا العلوي يا السلقوط يا الموسخ تديهم بعشرين سنة الحبس الناس كيجيو في قوارب الموت الشعب كيتطحن كتسلفوا الفلوس من ابناك على برا غرقتوا البلاد في الديون تجي اليوم تقول لي انا كاريفي علاش محمد السادس شنو دار لكم محمد السادس ماشي غير هاد محمد السادس واحد طبا حتى جدو حتى جد تصل جدودو كاملة يتحمل عليها المسؤوليه اللي كيدير الريافه الريافه اليوم عمرو ما دارهم الحساب بلي الريافه اليوم يقفوا له هنا شوكه هنا في الحلاقم
اليافا اليوم في اوروبا حتى هما عارفين الطرق فين غادي يفضحوا هاد الممارسات ديال هاد النظام في حق ابناء الشعب ولا في حق الشعب الريفي. كاينين الحمد لله اليوم هاد الثمار، هاد الحجرة والاخر ها اليوم كتعطي الثمار ديالو. ياش قلنا لكم دي الدولة ما صالحاش الفلوس ديالك يا ولد الشعب باش يمشي يدير لك فين تخدم، يدير لك المستشفى لائق، يدير لك يعطي لك ديالك. هادوك الفلوس ديالك كيمشي كيعطي لهم الرشاوات، كيشري بها الصحفيين والبرلمانيين الفلوس الملايين المليار باش يقولوا الصحراء مغربية، باش يتستروا على الملف ديال حراك الريف، باش يتستروا على انتهاكات الحقوق الانسان. ها اليوم هذاك الشيء تضرب لك في زيرو. كاع هذيك الفلوس اللي عطا اللي ديالك يا ولد الشعب مشالو في الزيرو. كاع هذاك اللي كانوا كيرشيهم اليوم تفضحوا، يعني ما جابت بو نتيجه. هذوك الفلوس بحال اللي رميتهم شي واد مشاو ياك. ولك تاني لو كان هذيك الفلوس اللي كيعطي كيرشي بها هاد البرلمانيين والله قول، لو كان دار لك مستشفى، دار لك شركه، دار لك شي حاجه فين غادي تخدم، لو كان هذاك الشيء تشوفه ما يبقى ما يمشيش بحال اللي مشى في الواد.